الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني ومعلمي وحبيبي محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين. اللهم اجعلنا مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الذلول، يطأها الكبير والصغير والبعيد والقريب، وكالسحاب والمطر يسقي من يحب وما لا يحب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وندعوه أجمعين أن يحرر أرض فلسطين، وأن يعيد الأقصى فوقه راية التوحيد، وأن يرينا في أعدائنا وأعدائه يوما أسودا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، والنصارى وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر دينك وحزبك وجندك، يا من لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل. لا إله إلا أنت وحدك، أنجز وعده، نصر عبده، أعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. أحبتي في الله، هناك قصيدة منذ قديم الزمان يطير بها الركبان، نظمها محمد بن سعيد الشهير بالبصيري رحمة الله على أمواتنا وأموات المسلمين. وهذه القصيدة في مدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها نابعة من عاطفة جياشة في محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
ولكن الحب إذا تجاوز الحد الشرعي يكون فيه الغلو ويطغى. والله سبحانه وتعالى علمنا حدود محبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم شعار لها اتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله لا يحب إلا من يحب محمد، ولا يحب محمد أحدا إلا إذا اتبعه ولم يبتدع. أيها الأحباب الكرام، هذه الأبيات فيها بعض الأبيات فيها غلو، وواجبي أن أنصح للمسلمين وللبصيري وإن تباعد بيني وبينه الزمن، ولمن يقرأ هذه القصيدة، فالنصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم: البيت الذي يستجير يلوذ ويعوذ به الشاعر بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الاستعاذة واللياذ يكون بالله وحده. هذه عقيدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الاستعاذة عقيدة؟ معناها الالتجاء والاعتصام بالله رب العالمين. والعياذ يستخدم لدفع الشر، واللياذ يستخدم في جلب الخير من الله. أعوذ به من الشيطان، ألوذ بالله ليغنيني ويعطيني ويكرمني. ماذا يقول شاعرنا؟ يا أكرم الخلق، النداء لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العميم. وهذا خطأ عقيدي. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، بل هناك من تلوذ به ونلوذ به سوى الرسول، وهو الله رب العالمين. والأنبياء كلهم وعلى رأسهم أولو العزم، ابتداء من نوح عليه السلام وهو أبو الأنبياء الأول من بعد آدم، وأبو البشر الثاني بعد الطوفان، عندما أراد أن يعوذ عاذ بالله قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا موسى عليه السلام لما تآمر عليه الملأ في طرده ورجمه قال: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ولما هدده فرعون بالقتل قال فرعون، يقول الله عنه:
ذروني اقتل موسى وليدع ربه، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى: اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا يوسف الصديق امام فتنة النساء، وامرأة العزيز تلهث قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. ولما طالبه اخوته ان يأخذ احدهم بدل اخيه الذي وجد متاعه عنده وان يجور في الحكم، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ اخبر عن هذه الحقيقة العظيمة، قال: معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. وهذه ام مريم لما حملت: اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بل هذه مريم لما فاجأها جبريل عليه السلام بامر من الله قالت: اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه ان يستعيذ به: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فكان من دعائه في القرآن: رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. وعلمه اذا قرأ القرآن ان يستعيذ بالله: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وامره ان يستعيذ من المتكبرين الذين لا يقبلون الحق، فقال سبحانه: ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. ثم اعطاه المعوذتين: قل اعوذ برب الفلق وهو الله، قل اعوذ برب الناس وهو الله. ثم بين الله: اذا استعاذ المخلوق بالمخلوق فلا يأتيه الا الخسران والرهق. قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واوصانا صلى الله عليه وسلم في جميع احوالنا ان نستعيذ بالله. قال: من نزل منزلا فقال: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقد جربت انا ذلك، فقد كنت في رحلة الى العمرة ومعي رفاقي، ونزلنا في ارض فيها عقارب، وقلنا هذا الدعاء، فلما اصبحنا لصلاة الفجر وجد كل واحد منا عقارب في ثيابه وتحت وسادته وداخل لحافه، ولم يصبنا منها شيء. وهذا امر مجرب مشهود، انه من استعاذ بكلمات الله، لان كلمة كلمات الله ليست مخلوقة. وبهذا استدل اهل السنة والجماعة على ان كلام الله ليس مخلوق. وهذه ادعية الحبيب كلها يستعيذ بالله رب العالمين: اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اني اعوذ بك ان تردني الى ارذل العمر، الى اخره من استعاذات الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما ثبت مرة واحدة انه استعاذ بنبي او استعاذ بملك او استعاذ بجن او استعاذ بانس. اذن البيت الذي يقول: يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يجب ان يصحح رحمة بالشيخ
محمد ابن سعيد البصيري، لأننا لا نشك أنه كان مخلصا في نظم هذه القصيدة في عاطفة جياشة، ولكن الحب إذا زاد وطغى الإنسان يذهل. أنتم ما ترون إذا كان لك حبيب مسافر وبعدين أنت رأيت جاء من السفر بعد غياب طويل تذهل، ما تعرف ماذا تقول، ما تعرف ماذا تتكلم، تبكي مرة وتضحك مرة، كما يقول الشاعر: هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني، يا عين قد صار البكاء لك عادة، تبكين في فرحي وفي أحزاني. فالبصيري ذهل وذكر هذا البيت، ويجب علينا نحن وفاء له والإسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم أن نصحح عقيدة هذا البيت. ثم أيها الأحباب الكرام، بعد هذا نستمع إلى بيت آخر من البردة، يقول فيه: أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. أقسمت بالقمر، القسم لا يكون إلا بالله وحده، لا يجوز أن يقسم المخلوق بالمخلوق. ونحن نتأول للإمام البصيري أنه أراد بهذا القسم بالله، ولكن قال أقسمت بالقمر وحذف لفظ الجلالة، وهو يريد به إن شاء الله القسم بالله، لكن ظاهر البيت، ظاهر البيت أنه القسم بالقمر. ولا بد أن نصحح حسب ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ولله الحق أن يحلف بما شاء وأن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فالله قال: فلا أقسم بيوم القيامة، أقسم بالسماء وبالنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. يحق للخالق أن يقسم بالمخلوق، ولكن لا يحق للمخلوق أن يقسم بالمخلوق أبدا، إنما تقسم بالله رب العالمين. البيت الثالث في عقيدة الاستجارة: نحن نستجير بالله وحده. يقول الشاعر: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. هذا البيت فيه محظوران: المحظور الأول أنه ذكر الدهر بما لا يليق، قال ما سامني الدهر ضيما. المحظور الثاني استجارته بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما استجارته بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد بين الله أنه هو المجير، قال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا محمد يخبر عنه الله سبحانه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. كما أن الدهر لا يجوز أن يسبه أحد أو أن ينسب إليه المعايب، ما سامني الدهر ضيما له. الله سبحانه وتعالى عاب على الكفار عندما قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقول الحديث القدسي الصحيح، يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. البيت المحظور الآخر هو الذي يذكره الشيخ البصيري بأن من تسمى باسم محمد فهو ضامن أن ذمة هذا الاسم
تجيره من النار يوم القيامة كائنا من كان، ما دام اسمه محمد، ولو كان شيوعي او يساري او يعاهد اليهود او يصطلح مع اليهود او يقول ان اليهود حمائم المحبة وعنوان السلام، كما قال من اسمه محمد، وما اكثر من يحارب محمد وهو يحمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكفي، لا يكفي ان يتسمى الانسان باسم محمد وفي شهادة الميلاد مسلم وفي شهادة الوفاة مسلم، حتى يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويدور حيث يدور محمد وحيث يدور الاسلام، وان يكون قائده وان يكون قدوته وان يكون اسوته وان يكون معلمه. تقول البردة: ان آتي ذنبا فما اهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم، فان لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم. ما يكفي ان نتسمى بهذا الاسم ثم لا نلتزم بما جاء به صاحب هذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن البصيري رحمه الله كان يريد أن الذي يتسمى بهذا الاسم يجب أن يلتزم بما جاء به صاحب هذا الاسم، ولكن البيت لا يوضح ذلك، ونحن نريد أن نوضح ذلك وأن نصحح عقيدة المسلمين أنه ما يكفي أن نتسمى بهذا الاسم بل أن نتبعه. وهذا محمد ينادي أحب مخلوق إليه وهي فاطمة رضي الله عنها، فيقول: يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الذي لا يغني عن ابنته يوم القيامة فمن باب أولى أن لا يغني عن أحد، إنما له الشفاعة، والشفاعة ليست بإذنه، إنما الشفاعة بإذن الله رب العالمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ له الشفاعة الكبرى، وله الشفاعة بالمؤمنين، وله الشفاعة في تثقيل الميزان، وله الشفاعة في استنقاذ أناس من أهل النار قبل أن يدخلوها، وله الشفاعة في من دخل في النار من الموحدين، من كان في قلبه مثقال ذرة أو برة من إيمان، يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله رب العالمين. يحد له حدا فيشفع، ثم يحد له حدا فيشفع، هذه هي شفاعته بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا شفاعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمته وأتباعه وتحت لوائه يوم القيامة، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد حبيب القلوب وقرة العيون وبهجة الأرواح السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، عباد الله، والبيت التالي من البردة ينسب علم الغيب وعلم اللوح وعلم القلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله هو الذي تفرد بعلم الغيب واللوح المحفوظ، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا هو علم الله. تقول البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، أي من علوم محمد علم اللوح أي المحفوظ والقلم. وكيف يكون اللوح محفوظا ويطلع عليه مخلوق؟ إذن هو غير محفوظ. اللوح المحفوظ تفرد بعلمه الله رب العالمين، والقرآن يشهد لذلك. يقول تعالى:
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يقول سبحانه: فقل إنما الغيب لله. يقول سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض. يقول سبحانه وهو يخبر عن إخوة يوسف، يقولون ليعقوب: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء الجن الذين هم أقوى من الإنسان في عفرتيتهم، يطيرون وينزلون ويصعدون عند النجوم ويغوصون في البحار إلى آخره، مات سليمان ولم يعلموا أن سليمان قد مات، وظلوا يخدمونه سنين طويلة حتى أكلت الأرض عصاه فسقط على وجهه جثة هامدة، عند ذلك علموا أنه قد مات. يقول الله عنهم: أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول الله عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. انظر إلى هذا الحرس، هذا حرس خاص ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الله. هذا الحرس الخاص ينزل بماذا؟ ينزل بغيب لا يعلمه أحد إلا الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بحرس من الملائكة لا يستمع إليهم أحد ولا يخرج من سرهم شيء، ويبلغونه محمد فلا يتجاوز علمه ذلك الغيب الذي بلغ به. يقول الله عنه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه لا يعلم الغيب، والقرآن يقر هذا الاعتراف: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحقيقة. استمعوا أيها الأحباب الكرام إلى هذه الآيات الكريمة في هذه القضية الخطيرة، وهي أن علم الساعة والغيب بيد الله، لا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نستغيث الله، أن ندعو الله، أن نسأل الله، أن نطلب من الله، أن نتوكل على الله، أن نستجير، أن نعوذ، أن نلوذ بالله. إذا أردنا أن يرزقنا الولد أن نسأله هو، وإذا رزقنا الولد لا ندعو الأولياء ولا ندعو الأتقياء ولا ندعو الأضرحة والقبور ولا فلان ولا علان، إنما نسأل الله وحده. الشيطان الرجيم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به
فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين مقبورين ميتين لا حراك لهم لا يستفيدون من السمع ولا البصر ولا لد ولا اليد ولا الرجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والبيت الأخير أن الله يقسم الرحمة يوم القيامة على قدر المعاصي فالذي معصيته أكبر رحمته أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون تقول البردة لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم تأتي على حسب العصيان في القسم تتبعت رحمة الله في القرآن فلم أجدها إلا للمؤمنين المحسنين وجدتها في طاعة الله ورسوله قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون في اتباع القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون عند قراءة القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عند الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون عند الاستغفار لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون عند اتقاء الدنيا والآخرة اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون عند إصلاح ذات البين فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون عند الصبر عند المصاب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عند الدعاء بالثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عند الجهاد في سبيل الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما عند الاعتصام بالله وحده فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته عند التوبة والإصلاح وهي شرط الرحمة وهي شرط الرحمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم والرحمة للمحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما الإحسان يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن البردة عندما تقول لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، الكلام الصحيح هو لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإحسان في القسم وليس العصيان في القسم. أيها الأحبة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطريه كما أطرت النصارى عيسى، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فوالله ثم والله ثم والله لا ولن نجد أبلغ مدحا من أن نقول لمحمد عبد الله ورسوله، لن تجد أبلغ ولا أكمل من هذا المدح الذي اختاره صلى الله عليه وسلم. ولنمدحه بما مدحه الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإنك لعلى خلق عظيم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ويقول الله عنه في آخر التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأحبة، وصية الله في محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال في قرآنه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواج محمد وذريات محمد. اللهم صل وسلم على محمد صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض. اللهم صل وسلم على محمد عدد ما أحصى كتابك وأحاط به علمك وخط به قلمك وبلغ فيه لطفك وأدركه بصرك وقهره ملكك ووسعته رحمتك ورضيته نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، بالنسبة لهذه الخطبة رحم الله مسلما
سمعها فوعاها فبلغها كما سمعها، مخافة أن يذهب إنسان فيسمع خطأ من إنسان فيقول هذا الشيخ لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربه ويحارب قصيدة البردة ويطلق من التهم ما لا يرضاه الله. رحم الله عبدا سمع خطبتي فوعاها فبلغها كما سمعها، وحمل الشريط إلى مشارق الأرض ومغاربها، إلى المشايخ والمريدين في التكايا والزوايا والخلايا والخرق والمساجد. وإني لأدعوهم من على هذا المنبر أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيخ طريقتهم، وأن يكون خرقتهم التقوى ولباس التقوى ذلك خير، واجعل رايتك الجهاد تحت شعار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا لنحرر فلسطين وأفغانستان، وأن يكون طريقتك الإسلام، وأن تكون زاويتك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الأحباب، هذه وصيتي إلى أحبابي المريدين المحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخص من بينهم الذين في فلسطين. لقد مدحت الحكومة الإسرائيلية الطرق الصوفية وشنعت على الصحوة الإسلامية، وهذا فيه خبث اليهود. أريد الطرق الصوفية كلها ترفع راية الجهاد ضد اليهود في فلسطين. إن كانوا يحبون محمدا فإن محمدا يربط في الخندق على بطنه حجرين، ويعترضه صخرة فيأخذ المعول ويدكها دكة واحدة يتطاير منها الشرر حتى تغدو كثيبا، ثم يبشر الحفاة الجياع العراة العالة بأنهم سيفتحون مدن قيصر ومدن كسرى ومدن اليمن. ولم يجلس في خرقته وزاويته وخليته يأكل ويشرب ويتعبد، إنما أبعثه الله لكي يستعمر الأرض ويقود أهل الأرض الناس كل الناس. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الإسلام بهذه الخطبة، وإنني أستغيث الله الآن بالمطر أن ينزل علينا، فنحن في موسم المطر وذنوبنا تمنع، معاصينا جعلت السماء تمسك، فلنسترضي الله لينزل علينا المطر قبل الحجارة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعله سحا عاما طبقا وابلا صيبا ديمة مدرارا علينا وحوالينا، واجعله رزق إيمان وعطاء إيمان، إن عطاءك لم يكن محظورا. اللهم أنبت به الزرع واملأ به الضرع وادفع به الغلاء وارفع به البلاء واشف به الداء،
اللهم اجعله سقيا رحمة ولا تجعله سقيا عذاب. أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث. نستغفر الله من ذنوبنا، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل المرحمة. اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم زين به الأرض، اجعل فيها زينتها وسكنها ومرعاها. رحماك رحماك بالعجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بنا من سوء، ارحمنا برحمتك الواسعة. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الإخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. عباد الله، إن لجهنم سبعة أبواب ذكرها الله عز وجل بقوله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم يا عباد الله، تلك الأبواب مغلقة على أهلها، قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، نار مؤصدة، يعني أن تلك الأبواب مطبقة عليهم، فلا يفتح لها باب، ولا يخرج منها غم، ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. والنار، وللنار شدة في حرها وزمهريرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فنفسني. فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وقال رسول الله، وقال الناصح محمد صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم: والله إن كانت لا كافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها. ثم هم فيها يا عباد الله يذاقون أليم العذاب وشدته، يصب